سنن في العطاس والتثاؤب. سنن العطاس: يسن للعاطس أن يقول الحمد لله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. ويسن له أن ينوع فيقول أحيانا الحمد لله على كل حال، فقد جاء في رواية أبي داود: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال. رواه أبو داود. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن هذا الحديث إسناده صحيح. ويقول له المشمت يرحمك الله، ويسن للعاطس أن يرد عليه فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وكل هذا دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق. فائدة: تشميت العاطس فرض كفاية على قول جمهور العلماء، إذا فعله بعض الحاضرين سقط التكليف عن الباقين، ومع ذلك لا ينبغي تركه خروجا من استدلال من قال بفرضية العين. المنح العلية في بيان السنن اليومية. مجموعة اقتداء الدعوية والعلمية.